منذ أكثر من 4 أشهر يشهد جنوب لبنان قصفاً متبادلاً بين إسرائيل وحزب الله، لكن الضربات التي تبادلها الطرفان خلال الساعات الأخيرة ربما تغير قواعد الاشتباك التي حددها القرار 1701 الصادر عام 2006 عن الأمم المتحدة، وثمة خشية من أن تخرج الأوضاع عن الإطار المحسوب منذ أكتوبر الماضي تشرين الأول. فما الذي حدث بالضبط؟ تظهر هذه الخريطة الحدود الجنوبية اللبنانية ومدينة صفد التي تبعد قرابة 14 كيلومتراً عن لبنان. حزب الله أطلق 8 صواريخ باتجاه قواعد عسكرية إسرائيلية في محيط مدينة صفد بالجليل الأعلى يوم الثلاثاء. الصواريخ التي أطلقها حزب الله صوب إسرائيل تعرضت لها القبة الحديدية وتمكنت من اعتراض مسارها، لكن الصاروخ الأخير لم تتمكن من صده، فأوقع ضحايا ودمار وأثار مخاوف من فتح جبهة الشمال على مصراعيها. القصف جرح 8 جنود بعضهم في حالة خطرة، وقتلت المجندة برتبة رقيب عمر سارة بنجو البالغة من العمر 20 عاما، وهي من وحدة جمع المعلومات القتالية 869 التابعة للفرقة 91. مشاهدين، إسرائيل وجهت أصابع الاتهام لحزب الله رغم أن الأخير لم يتبنى الهجوم الصاروخي ولم يقدم أي معلومات عن الصواريخ التي قصفت بها صفد أو عن قدراتها التدميرية، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية وصفت الهجوم بالأخطر منذ اندلاع الحرب على الجبهة الشمالية بعد وصول هذه الصواريخ لمدينة صفد التي تبعد كما ذكرنا قرابة 14 كيلومترا من الحدود اللبنانية. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير اعتبر القصف حربا فعلية يشنها الحزب على إسرائيل، ودعا للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال مع لبنان. طيب، الرد الإسرائيلي لم يتأخر، فبعد ساعات من قصف حزب الله شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات مكثفة على جنوب لبنان، شملت مناطق الصوانة وعتشيت وجبل الريحان، وخلفت الغارات 4 قتلى وأكثر من 10 جرحى بينهم طفل. وتحدث أحد شهود العيان عن الغارات الإسرائيلية التي ضربت جنوب لبنان كما يظهر في هذا الفيديو. يعني بوج المبنى كنا بالليل سهرانين، سمعنا طلع ضربين، ما سمعناش صوت شيء الا بس قذيفتين نزلوا، ظهرنا لبرا شفنا الداخلين، لقينا اسعافات عم تروح الجزيرة، ساعتها ظهرنا جينا قربنا على الطريق طلعنا لقينا المبنى نزل فيه القذيفتين. ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر عن سعي الإدارة الأمريكية لعدم توسيع الصراع بالوسائل الدبلوماسية كما جاء في هذا المؤتمر الصحفي. أحد أهدافنا الأساسية منذ بداية هذا الصراع هو التأكد من عدم توسيعه وعدم تصعيده بأي شكل من الأشكال، ويظل هذا هدفا أساسيا للأمن القومي بالنسبة لنا، وسنواصل السعي لتحقيقه، وما زلنا نعتقد أن هناك طريقا دبلوماسيا للمضي قدما، وسنواصل المضي قدما لمحاولة حل هذه القضية دبلوماسيا. لذلك يمكن للإسرائيليين واللبنانيين العودة إلى منازلهم. أما رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي فقال هناك إنجازات عظيمة في ضرب حزب الله في لبنان، لكننا نواصل العمل وهذا ليس الوقت المناسب للتوقف.
توقيت الهجوم ونطاق الرد الإسرائيلي مشاهدين أسئلة مطروحة بعد خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قبل يوم من القصف على إسرائيل بأن الحزب مستعد لتوسيع المواجهة إذا رغبت إسرائيل بذلك. أيضا توقيت الهجوم يسلط الضوء على مصير المبادرة الفرنسية التي شملت مقترحا لوقف القصف بين حزب الله وإسرائيل على جانبي الحدود. وطبعا يتزامن هذا التصعيد مع تعثر مفاوضات القاهرة في التوصل إلى هدنة في قطاع غزة. ويعني الهجوم أن قضية تأمين جبهة الشمال الإسرائيلي ما زال موضوع نقاش، وإن عودة 100,000 مستوطن إلى المستوطنات الشمالية أمر مؤجل على الأقل في الوقت الحالي. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.